حسرة قلبي عليك يا ابني، وين اخذينك؟ يا ريتني انا ولا انت يا حبيبي. بكر عليك. الحمد لله. لوين اخذينه لابني؟ شمس شد حيلك شوي، لا تعمل حالك هيك. اياك نعبد واياك نستعين. وين اخذينه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا قاتل، انت اللي قتلته لابني يا مجرم. ألو مصطفى، بس ما أكون فيقتك الساعة 3. شو مفيقك؟ أنت لساتك بالضيعة ما؟ لا، رجعت اليوم، قصدي مبارح. الحمد لله سلامتك. خير؟ بدي رقم تليفون فاطمة ضروري. ليش؟ بدي حاكيها بشغلة بتخصها، بترجاك تعطيني رقمها، مسألة حياة أو موت. طيب فهميني شو القصة؟ خير شو في؟ مو كريم اللي قتل مراد؟ شو؟ مو هو كريم بريء ما قتله؟ وانت شو عرفك؟ أهلين أستاذ نزيل. وين صرتوا هلأ؟ بعد شوي كمان رح نوصل على الكراز. هي كتير منيح. شو قالوا جايين؟ ايه، أول ما بتوصلي بعد 3 شوارع بتفوتي بالرابع على يدك اليمين. خليني افتح الباب. خلاص فهمت، أنا مسجل العنوان على ورقة هون. رح نلاقيه، مندبر راسنا، اطمن. يلا عم نستناكن. حوالي شي 10 دقايق ومنكون عندكم. الله معك. ما في داعي تستعجل، سوق على مهلك، لسه في قدامنا وقت. وقف السيارة، وقف. فاطمة بنتي شوفي، مصطفى لحقنا بالسيارة. مصطفى فاطمة وقفي، استني جاي معي. انت على شو ناوي؟ ماني ناوي على شي. لكن ليش عم تلحقنا؟ سبق ونبهناك تبعد عن طريقنا، كم مرة بدنا نعيد لك ياها؟ ماني ناوي إزيكي أبدا، بدي أتأكد إذا كنت منيحة ولا لا. بس أنا ما بدي إياك تحوم حوالي. ما حلك تحل عنا وتتركنا بقى. شو قصتك ولا؟ لا وقف، ما في شي، اطمن. يلا طلع، لحنا هلأ منلحق. صدقيني أنا ماني حابب ضايقكم، صدقيني، أنا قلتلك خفت عليكي، حبيت اطمن وبس. ليك ما في شي بيناتنا لحتى تطمن علي، ولا لأنك شهدت لصالحي فكرتني رح سامحك.
لا تستنى مني اني اشكرك، انت عملت واجبك وهي هي القصة. انا قطعت علاقتي ببيت رشدان، يعني صرت واحد من اعدائه. وناطر انه نسقف له؟ انتوا هلا لحالكم، وبيت رشدان اكيد ناطرين اللحظة المناسبة مشان ينتقموا منكم. ما انا تروح وحاول تمنعهم احسن ما لك عم تلحقنا. انا لهالسبب جيت وراكم مشان راقبكم. روح خليك عم تراقبهم، هن مو تراقبنا نحن. ما بدنا، ما انك مضطر تحرسنا، انا ما بدي منك اي شيء. وصلت لحين المرحلة لحالي وفيني كمل لحالي كمان. لا تخاف. ايه تركنا، نحن مانا بحاجتك، يلا روح. بقول لك اياها لاخر مرة، بترجاك لا تلحق. تمام. تركني بحالي بقى. طيب. اصلا انا مبسوط لانكم انتقلتوا لبيت المحامي. على ليلي هنيك بتطمن عليكم. وانت شو عرفك بهالشي؟ شو نسيتوا انه قلت لكم اني عم راقبكم طول الوقت؟ شوف، اذا ضليت عم تتصرف هيك رح اضطر اشتكي عليك للشرطه مصطفى. قلت لك مو قصدي ضايقكم ولا بدي اذيكم، وراح بطل ازعجكم. اذا حسيتوا حالكم واعين مشكله، مثل ما بيقول المثل الغريب تعلق بقشه. انا مستعد ضحي بحياتي كرمالك فاطمه. ما بدي منك ولا شيء مصطفى، وما راح اطلب. يلا امشي حبيبتي. خليه هو يمشي بالاول، يلا اطلع. فاطمه، ان شاء الله ما تكوني ندمتي لانك وثقتي بكريم. اذا ثبتت التهمه عليه ما راح تلاقي حدا يحميكي، حدا يحميكي من هون وطالع. مصطفى روح من هون، عم بستنى اتصالك. يلا انقلع، قلي الحياة، يلا يا عديم النخوة. فكرك رح نسامحك لأنه قلت كم كلمة بالمحكمة؟ يلي مثلك مالون أمان. نحن ما بدنا شي من واحد مثلك، يلا انقلع. والله كريم معه حق لما كان يعصب منه. تفضلوا شباب. اي والله يسلموا الاهلين، شكرا كثير. لعب لشوف. ها توشيش كريم أولغاز، لك زيارة، المحامي تبعك بده يشوفك. يلا شو ناطر؟ يسلموا. دور مين هلا؟ العام توشيش، شايف الحظ؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ منيح. الأخبار عندك؟ حددوا يوم المحاكمة؟ لا لسه، بس طلع تقرير الطبيب الشرعي. وشو عم بيقول؟ ما فيني بشرك بشي كريم. ليكن وصلوا. اجت عمتي، اجت. عمتي حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فوتي برجلك اليمين. بسم الله. وانا كمان. متأكد بدك ياما نسكن معك؟ ايه حبيبتي، وكثير مبسوط بجيتكن. ان شاء الله تضل مبسوط على طول. عمتو، هالبيت إلكن وهداك إلنا. حلو كتير.
صار عندي أوضة لحالي بس رح ضل نام معك بأوضتك. طيب أنا رح أخذ الشنات وفوتهم لجوا. على مهلكم، ديروا بالكم على شتلات الورد لو سمحتوا. أعطيني إياها. بس ينزلوا العفشة من السيارة أنا رح أروح إذا ما بدكم مني شيء. ماشي فيك تروح. يسلموا. شكرا لك. العفو. تفضلوا فوتوا. فضت لكم الطابق الفوقاني كله، فيكن تقعدوا فيه. عذبناك معنا استاذ نسيم. ولو، وين رح لاقي مستاجرين احسن منكم؟ فاطمه عيوني، بدي اشكرك لانك ما تركتيني لحالنا ورحتي. لا تشكريني، لالي شكري لنزير بيك، هو اللي دبر لنا البيت. يلا فوتوا لحتى تتفرجوا على البيت، تفضلوا. القعدة مثل ما انكم شايفين، وهي أوضة الصفرة. كتير حلو. وليكو هنيك مكتبي بالصدر، وهذا هون المطبخ بس ما عم بستخدمه. خلونا نطلع لفوق، رح تسكنوا هون. زتيت كل الأغراض اللي ما إلها لازمة. لبكناك كتير ما؟ لا لبكي ولا شي يا ست مريم، بالعكس البيت نظف عن أول وصار أوسع بكتير. كمان دهن للبيت، بشو بدنا نكافي؟ أي لا، مو على أساس كنت رح تتركها علينا نحنا؟ أيو شو ساوي، مليت من القعدة بالبيت، قلت لحالي خليني اتسلى شوي. الله يخلينا ياك. طيب كنت خلينا نجي وندهنوا سوا. لسه في قدامنا شغل. تعي فاطمة. ليكي هاي الأوضة اللي حكيت لك عنها، شو رأيك؟ حلوة كتير. إير ليك شنطيتك طلعت لك ياها. يسلموا أخي. وهاي أوضتك ست مريم. كتير حلوة ما؟ تتذكري لما انتقلنا السنة الماضية؟ تعذبنا كتير، ضليت كل حياتي بيلدر وما طلعت لمحل، وهلأ كل سنة عم ننتقل لمكان شكل. كنت تتمني يكون كريم هون ما؟ ليك شو مكتوب هون؟ مات متأثراً باصطدام رأسه بالحجر مع وجود بلور بمكان الحادث. قريت التقرير أكثر من مرة. بجوز وقع على رأسه بعد ما رحت أنا، مزبوط ولا لا؟ ما في ولا شيء بيثبت إنه رجله تزحلطت لحالها. بجوز بيت رشدان وراه، كانوا خايفين ليعترف عليهم بالمحكمة فاستغلوا خناقتي معه وقتلوه بعد ما رحت. كريم كل شيء قلته وارد، بس هالشي ما بيبعد الشبهة عنك أنت. اعترفت بخناقتك معه وكان أثر دمه على أواعيه. الله يلعن هديك الساعة يا أستاذ. طيب أنا كيف فيني أثبت براءتي؟ نحن واثقين من لا ما نكون واثقين، وخاصة الأستاذ نزيل. اقعد محلك، وطي صوتك. الأستاذ نزيل ما نواثق. أستاذ طالعني من هون. احكي لي الحقيقة، أنت قتلته؟ قلت لك طالعني من هون. ليش ما عم تجاوبني؟ هذا فخ نصبوا لي إياه ليخلصوا مني، ومصطفى حايم حوالين فاطمة. كريم، أنت قتلته لمراد ولا لا؟ قول الحقيقة. كريم، بغلاوة فاطمة عندي ما قتلته، وغلاوة أمي كمان ما قتلته. أنت غلطان، نزير بيعرف ما قتلته وأنا كمان، بس لازم نوثق فيك لنقدر نساعدك. هلأ لازمنا شي دليل مشان نقنع فيه القاضي. هذا ظلم، كل العالم ضدي. أكيد رح نلاقي حل، لا تخاف كريم وخلي عندك أمل. لا إمتى؟ كل يوم بقضي هون بخسر كرامتي أكتر وأكتر، صار لي 3 أسابيع ولهلأ ما بين شي. لسه ما خلص التحقيق، والتأخير لصالحنا نحنا. بعرف إنك مظلوم، بس هذا هو القانون. كل الأدلة ضدي أنا، يعني ما بتعرف شو ممكن يصير. أنا محبوس هون وفاطمة برا، كيف بدها تواجه هدوليك الوحوش لحالها؟ أكيد هلأ مصطفى عم بيحوم حواليها. إيه صحيح، ذكرتني في خبرية رح تبسطك. فاطمة وكل عيلتها رح ينتقلوا ليعيشوا ببيت نزير. فاطمة قبلت بهالشي؟ إيه. ولمعي ومرته معهم؟ كمان رح يسكنوا ببيت جنب منهم بظن،
يعني جنب بعضهم. وميسر خانهم طبعا. ايه هذا اللي صار بس لفترة مؤقتة؟ فاطمة ما فيها تعيش بعيد عن اخوها. طبعا معك حق. بس تطلع انت من هون بتبلشوا حياة جديدة. برأيك رح اطلع من هون؟ رح اعمل اللي بقدر عليه. فيك تزبطي المطبخ على كيفك. ليكي هون في مكان للشتلات، يعني انت فيك تزرعي اعشابك هون كمان. كتير حلو. والله انا كتير خجلاني منك نزير بيك، ما بعرف كيف بدي كافيك. بتشكرك كتير مراد. تعا ابني. لا انا ما بدي اسمع اي كلمة شكر من حدا منكن، اتفقنا؟ انا مبسوط فيكن كتير. تعرفي شو اكتر شي عجبني بوجودكن؟ هالبيت رح يرجع مثل ما كان لما كنت صغير. وكريم كمان مأمنك على فاطمة، رح يكون مطمن عليها عندك. طبعا. انا رايح شوف شو صار بالعفش تبعنا برا. تعالي ميسر. حاسة بشوية وجع انا بركبتي، ما بعرف من شو. بالله؟ ها؟ روحي ارتاحي وتركي كل شي علي. يلا روحي نامي. تفضلي شوفي هالقوطة. ايه بشوفها. وينك؟ جينا على المستشفى لناخد الخالة كندا. عثمان معك كمان؟ طيب بس تخلص ورجعوا على الشركة لأنه في اجتماع مهم. طيب رح نجي، في اجتماع بالشركة. بكرة طالع على رومانيا، وقبل ما روح بدي خلص هالشغلة هاي. ماشي. يلا استعجلوا. مع السلامة. تأخرنا عليكم؟ لا ما تأخرتوا، تعالوا. طمني عنك، أنت منيح؟ الحمد لله. بهي الأوضة ما؟ سليم، لا تفوتوا هلا، خليكم. رجعتي بالسلامة. إيه. خلينا نمشي، وليش لأقرب منه؟ ما أنا خايفة ما؟ سليم رح فرجيك. سليم رح فرجيكي مين أنا من هلا وطالع. انتبه لكلامك. بكرة بتشوفي يا مرام. نظف وساختك وبعدين احكي. إيه؟ أنا رح فرجيكي قيمتك. أنت وهداك الحقير مصطفى. لك خلص. تركني انت عم تبدليني بواحد ما بيسوى فرنجة حقيرة. ما من حقك تحاسبني سليم. امبلا بدي حاسبك يا خانم، انت ومصطفى كمان. بكفي بقى. لا وجاي لهون بكل عين وقحة، فعلا واحدة ما بتستحي. سليم بكفي. خلص اتركه، انا بتكفل فيه. انت روح لعند كندا خانم. وإلو عين يحكي، واحد حيوان. انت شفتي كيف عم يعلي صوته؟ اه مصطفى عم يحوم حوالينا كرمالك انت. يعني ماما انت صدقتي اللي حكى؟ شو بدي اقول، ما بتنساعد ابوك من الباب للطاقه. انا ما كذبت على حدا. بدك تفضحينا اكثر من المره الماضيه. لسه ما خلصنا من مصيبه طلعتينا بمصيبه. ماما خلص بكفي، بترجاكي انا ماني ناقص طيقتك. ارجوكي طلع فيني. قلي لشوف، شو استفدت من كل هالعياط؟ فشيت غلاك؟ يا ابني الامور ما بتنحل بالعياط والصريخ، عقال بقى شبك. اسكت. Ha ha ha.
الباب ماله معكم؟ ليش ما اجي؟ انا بدي اشوفه. وينه؟ هاتوا لي اياه. تعالي. وينه؟ هاتي هون خالي، هاتي. سليم، وين مراد؟ وين ابني حبيبي؟ كندا أمي، أمي خلينا نطلع من هون يلا. أنا بدي روح شوفه لابني، بدي روح زوره، خدوني على قبره بترجاكم. طيب خلينا نطلع من هون ومنروح كلنا سوا، ماشي؟ والله بكير عليك يا ابني، ابني لسه ما شاف شي بالدنيا، كان نفسي جوزه وشوف ولاده. شوي خالي كندا من شان صحتك. أمي خالي، بدنا نروح على بيتنا لأنه أمي ناطرتك. لا أنا بدي روح على بيتنا، بدي نام على تخت ابني. كندا أمي يلا تعي. يلا تعي أمي خالي. سليم حمل الشنطة، إذا ضليتي عم تبكي ما رح يسمحوا لك تطلعي. الأفضل إن تضل هون كم يوم. لا طالعوني، أنا ما بدي ضل هون. ابني وعديني إنك تهدي، إذا وعدتيني أنا رح أخذك لعنده على البيت، اتفقنا؟ ما رح يهدى لي بال إلا إذا عرفت اللي قتل ابني وقتله بإيدي. ليش تأخرت هيك؟ أخذنا الحكي. حددوا يوم لمحاكمتك؟ ان شاء الله ما يكونوا تكسروا. كنا دايرين بالنا عليهم منيح. هالسجاده للصالون، وهي خدوها لجوا. لمعي؟ اي ست مريم. لمعي؟ ليك هي الكون خدها معك على البيت. اي 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 هي النا. فاطمة تقبل تتزوجيني؟ ضبوا للفستان. ايه ضبي لا يتوسخ. حتى اغراضه لكريم جايبينه لهون؟ معلش خليهن، انا رح ضبن عندي هون. ايه خلص قربنا نخلص للضبي تقريبا، انهد حيلنا. يعطيك العاف، يسلموا ايديك. شوفي، امتى رح تأملنا زيارة لنروح نشوفه؟ الأسبوع الجاي. إن شاء الله. ما كنت متخيلي رح نزوره. هو مو أكيد، بس رح حاول بالموضوع، بس رح حاول بالموضوع. خليني إلا مشان تنبسط شوي. لا تخبريها، خلينا نتأكد بالأول وبعدين منخبرها، ما بدنا نخليها تتأمل على الفاضي. كريم ابني. فاطمة أنا ما قتلت حدا. بعرف.
إذا أنت مصدقتيني فهذا الشيء بكفيني. تفضل، يسلموا داياتك معلم. الله يسلمك. شكرا اخي، يسلموا. ان شاء الله بتشوفوا على وشه الخير. مراد، انا شو قلت لك ابني؟ يلا روح روح. أنا خلصت شغل تقريباً. جيت ساعدك إذا بدك شي. لا، وأنا كمان خلصت. حطيت أغراضه عندي هون بالغرفة بشكل مؤقت. بدنا نتحمل بعضنا بهالفترة. هلأ بس يطلع كريم رح ننتقل لبيت تاني، وهنيك كل واحد بياخد له غرفة. إن شاء الله. يلا أنا نازلة لتحت. ماشي. خلصنا، هي آخر دفعة. هي آخر دفعة وهيك بنكون خلصنا. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. ميسر، روحي ساوي لنا فنجان قهوة، خلينا نصحصح شوي. لا تساوي، أنا ما بدي. إلي. أنا كنت ناوي أطبخ لكم عيني، بس ما لقيت شي بالبيت. نازل على السوق جيب خضرة. استنى، أنا هلأ بينزل وبجيب كل أغراض البيت. أنتِ خليكي مرتاحة، أنا بروح بجيبهم. نزير بيك، نحن مو هيك كان اتفاقنا. بس انتو اليوم ضيوفي، يعني اعطوني فرصة اقوم بواجبي، واعتبارا من بكرة بنتقاسم كل شيء. نحن اجينا على هاد الاساس ما؟ نحن اهل، يعني ما في بناتنا هيك قصص. ها، لازمكن شي جيبوا معي من برا؟ لا سلامتك. شوف انت شو حابب تاكل وجيب. ماشي، اتفقنا. خليني روح معك لعونك. ايه روح معه. ها، انا موصي على شغلات، انتو استلموهم. ماشي، ولا يهمك. ليكي فاطمة، شوفي هدول في هون عدة المطبخ، وما بظن حنحتاجهم، خلينا نقيمهم ونرفعهم على السقيفة، لأنه المطبخ هون مو ناقصه شي وما بدنا نعجوه أكتر. معك حق. البيت ظريف معه؟ كبير وشريح. بيتنا نحن يعني في شوية رطوبة، بس ماشي حاله، ما في مشكلة.
لازم نشكر الله انه لقينا قرن ننام فيها. انا فايته اكمل شغلي. وهدول ما إلهم لزوم، خلينا نرفعهم على سقيفه كمان. اكيد ما رح نحطهم بخلته للزلمه بالصالون هون. هي مرته هيك الظاهر، صغيرة حلوة كتير بأول شبابها، الله يرحمها ويحسن إليها. أنا خلصت شغل عيوني، بدك شي مني؟ لا ما بدي. شي بدك تقولي لي إياه؟ لا. قليلة يا ست مريم. كنت مبسوطة لأنه خلص كل أكله. وكان نايم مثل الملك. شكله مثل ولد صغير، ما بعرف شو طالعه. حبيبتي كندا، إذا بدك طلعي على أوضتك فوق وارتاحي لك شوي. لما إجت الشرطة وسألت عنه كنت مفكرته نايم بأوضته على تخته. رايحة أطمن عليه، منعني فوت لعنده، قال لي تركيه نايم، بس هو كان رايح من البيت. لو كنت فتت على أوضته كنت لاحظت إنه ماله بالبيت وكنت رجعته. ما كان صار تحت التراب، كان هلأ قاعد بحضني، ما كان تركني ولا خيارتني أنا ولا هو. وحدي الله حبيبتي، خلاص. أنت اللي منعتني شمس، يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني فتت على أوضته وشقيت عليه وما رديت عليه. كنت اسكتي، بكفي. شمسي هدي. لك ما فيني اتحمل. ما عم تقدر تسامح حالك؟ ما رح أسامح حالك لأنك منعتني فوت لعنده. أنا كمان خسرت ابني، قلبي محروق من جوا. كندا بكفي، أنا مثلك عم بتقطع. شمس خلص لا تعيط. ما عم تسمحي لي أحزن حتى مثل الخلق، أنا بشعر مثلك. قلت لي تركي نايم بأوضته، قلت لي تركي يرتاح. شمسي
لا خليتني فوت لعنده. شمس لوين؟ أنا مشتاقة لابني، اشتقت له لمراد، بدي اشوفه، هاتوا لي اياه، بدي بوسه. يا ابني، مين يلي صافف هون؟ قل له يحرك سيارته بسرعة. يا أخ، حرك لي هالسيارة من هون. لا، ما فيني حركها، ما رح نسمح لك تاخد حدا من هون. أنا ناطر عائلتي هون. إذا بتطالع زبوني يا ويلك. ها خلاص فهمنا. تاكسي. نور، هاجر، على ركاب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لك وقفة دي لشوفي شو هالحلاوة يا بنت، الزور اللي عرفتك. لك الكل عم يتطلعوا علينا. طبعا رح يتطلعوا، صايرة بتجنني، طالعة مثل الأجانب فرد شكل. بس مو أحلى والله. يلا تعالي خلينا نروح من هون. شو هاد؟ هالتاكسي إلك؟ ايه، واشتريت بيت كمان بالمصاري اللي عطيتيني اياهن. حاجة بقى. يخلي لنا ياكي، عن جد سجلت على بيت كمان، عطيتهن دفعة، ومن شغلي على التاكسي رح كملن الدفعات. والله برافو عليك. عم امزح معك، التاكسي مو إلي أنا، عم اشتغل عليها. يلا طلعي. والله كتير متغيرة يا درسانة. لا تبالغ سامي. عجبتك أوروبا؟ كتير حلوة، والجو بجنن هنيك. بس بتعرفي كتير اشتقت لك. وأنا كمان والله. وين رايحة؟ على البيت؟ لا حبيبي، بيت شو؟ ما ضل في بيت، خدني على الأوتيل. مطولة بالقعدة؟ ما بعرف، عن جد ماني عارفانة، عندي كم شغلة بدي خلصهم هون، بعدين بفكر. ايه احكي لي، شو الأخبار هون؟ كل شي مثل ما تركتي، ما في شي جديد. معناتها يا ريتني ما رجعت. باين عليكي ما كنتي عم تقري الجرايد. شو كتبوا؟ صار شي أنا ما بعرفه؟ ولا شي. احكي لي سامي، لا تنطف لي قلبي. خلينا نقعد بالأول وبعدين بنحكي. سامي احكي لي شو في. ما بدي أعكر مزاجك. قلت لك احكي لي. الشاب اللي مرافقتي مصطفى، شو صار له؟ لا مو مصطفى، اللي طبعه غريبة، زنجيل، اللي كان يعطيك كومة مصاري وما يلمسك. قصدك مراد؟ ايه هو. شو صار احكي لي. أعطاكي عمره. شو؟ مسكين بأول شبابه انتحر يعني؟ جريمة قتل. شو هالخبرية هاي؟ صارت خناقة بينه وبين هداك الشاب، جوزة للبنت، شو كان اسمها؟ ايه تذكرت، فاطمة، ما هيك؟ جوزة قتله وهلا هو بالسجن. يا الله شو هالخبرية؟